هنتكلم دلوقتي على التوبيك الجديد اللي هو البولس بيمفيجويد. ايه هو البولس بيمفيجويد؟ البولس بيمفيجويد ده واحد من الكرونيك ديزيزز اللي فيها اورال ulcerations اللي بتتميز ان فيها اوتو انتيبوديز. يبقى ده واحد من الكرونيك اوتو انتيبودي ميديتد ديزيزز. كرونيك بيجي بيفضل مع العيان متزامن معاه بقى مزمن. تاني حاجه ان هو بيبقى فيه اوتو انتيبوديز زي ما اتكلمنا في البانفيجس، وبيبقى فيه فيزيكلز وبولي موجوده في الاورال كافيتي مع السكن. طيب هو مين اللي موجود فين؟ مين اللي موجود على الفليكسور سيرفيسز اوف الاكستريميتيز، وموجود على الاكزيلا في الجراين وفي اللور ابدومين، يعني معظم السكن تقريبا على الفليكسور سيرفيس اوف ذا اكستريميتيز تحت الاكزيلا في الجراين وفي اللور ابدومين. طيب هل هو موجود في الاورال كافيتي بكثره؟ لا، هو موجود في 33% فقط من الحالات، يعني حوالي 3/3 الحالات فقط هو اللي فيه الاورال نيجنز. يبقى هو مينلي موجود على السكن. بتميز بايه؟ بانه فيه تنس بريوريتك بليسترز او تنس بريوريتك فيزيكلز. يعني ايه؟ يعني تنس يعني ايه؟ يعني حاجه زي فيرم كده شويه، او مش فيرم، يعني ايه ماسكه نفسها شديده. بريوريتك يعني بيهرش فيها العيان او فيها اتشنج سنسيشن. يبقى ده عباره عن كرونيك اوتو انتي بودي ميديتد ديس اوردر، بيبقى فيه اورال مانيفيستيشنز في واحد في 33% من الحالات. بيبقى عندي تنس وبريوريتك ليجنز موجوده على الفلكسور سيرفيس اوف ذا اكستريميتيز، موجوده في الاكزيلا، موجوده في الجراين، وموجوده في اللور ابدومين. طيب هو ايه سببه وايه الباثوجينيسيس بتاعته زي ما اتكلمنا في البانفيجاس فالجاريس؟ برضو انا عندي هنا اوتو انتي بوديز، لكن الاوتو انتي بوديز هنا موجوده اجينست تو انتيجنز، ما هوش انتيجن واحد بس. موجود فين؟ موجود في البيزمت ميمبرين اللامين لامينين والهيمي ديزموزومز. يبقى هنا الفرق بتاعنا انه مختلف شويه عن البانفيجاس في ايه، ان هنا انا عندي اتنين انتيجنز. الانتيجنز الموجوده هنا موجوده في البيزمنت ميمبرين زون عند اسمهم ايه؟ اسمهم لامينين واسمهم هيمي ديزموزومز. طيب هيحصل ايه؟ الاوتو انتي بوديز ده هتبقى متوجهه للاثنين انتيجنز، تبدا تعمل كومبلكس. الكومبلكس ده يبدا ياكتيفيت الكومبلمنت، وشويه بشويه يبدا يحصل السيريشن ويبقى سراوندد باي اريثيما، نفس الميكانيزم بتاعه البانفيجس. لكن الفرق ايه؟ ان انا ايه هو الانتيجن بتاعي؟ طبعا هنا الكومبلمنت وهو بيعمل يعني بيعمل اسريشن ازاي؟ انه بيبقى فيه مجموعه من السيلز بتيجي عند البيزمنت ميمبرين زون، مينلي البوليمورف والايزونوفيلز. البوليمورف والايزونوفيلز، يبقى انا عندي اول حاجه ان اوتو انتي بوديز اجينست تو انتيجنز موجودين عند البيزمنت ميمبرين زون اللي فيها لامينين وفيها هيمي ديزموزومز. بدات تعمل كومبلكس الانتيجن مع الانتي بودي، بدا يستيميليت حاجه اسمها الكومبلمنت اللي هو الالارم بقى اللي بيقول للسيلز تعالوا ده انا عندي هنا حاجه غريبه او عندي هنا كومبلكس غريب، فينادي البوليمورف وينادي الايزونوفيلز عند البيزمنت ميمبرين زون. هنا تبدا السيلز الموجوده عندي هتريليز حاجات جواها. الحاجات دي عباره عن ايه؟ عباره عن انزيمز بتبقى بروتيوليتك، يعني ايه؟ يعني تكسر البروتينز. طبعا ده بيخليها موجوده فين؟ موجوده عند الاريا اوف ذا بيزمنت ميمبرين زون، وده اللي بيساعد على انه يحصل الديجنريشن في الاريا دي. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هنا بقى العيان كبير شويه حوالي 60 سنه، بيجي عند بوث سكسز زي بعض، بيبقى الاولد ايج حوالي 60 وبوث سكسز، وزي ما اتفقنا هو مين السكن زائد 33% اورال. السكن بيجي ازاي؟ قلنا بيجي عندي تنس بريوريتك ليجنز او فيزيكلز وبولي موجودين على الفليكسر سيرفيس اوف ذا اكستريميتيز، موجود في الاكزيلا في الجراين يعني الانجوينال اريا، وموجود في اللور بارت من الابدومين. قلنا ان هي بتبقى تنس يعني شديده، مش بترابشر بسهوله، وبتبقى عباره عن فيزيكلز وبولي بيبقى فيها اتشنج سنسيشن. طبعا هنا ممكن تبقى لوكالايزد في اريا واحده وممكن تبقى جنرالايزد، ده على حسب الاميون سيستم بقى بتاع العيان. هو يعني الاميون سيستم بتاعه كويس وكده فيعني قادر يفايت، وبالتالي تبقى لوكالايزد او ان هو يبقى جنرالايزد. زي ما اتفقنا
انه الفيزيكلز دي شديده، مش بتربتشر بسهوله. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الفيزيكل موجوده فين؟ عند البيزمنت ميمبرين زون، وبالتالي كل الابيثيليال لير موجوده فوقيها، فالثيك روف اللي فوقيها ده من الابيثيليوم بيخليها ما بتحصل لهاش رابتشر بسهوله. طبعا بيبقى عندي برضو، بما ان في انفلاماتوري سيلز يبقى اكيد هتعمل لي انفلاميشن، فبيبقى عندي الفيزيكلز دي حواليها اريا اوف اريثيما، يبقى الفيزيكلز هنا هتبقى تنس، ما هتبقى مش هتبقى فلاسيد، وهتبقى فوقيها ثيك روف من الابيثيليوم بالاضافه للاريثيماتس سكين. طيب الفيزيكلز دي هتعمل ايه؟ هتبدا ترابتشر بقى بس بصعوبه شويه، ومش هتعمل اكسبانشن زي ما كان في البانفيجاس. فاكرين لما كنا في البانفيجاس بنقول ان هو بيكسباند لاترالي وبينلارج باي اكسبانشن او باي لاترال اكسبانشن، وبيبقى عامل زي الخريطه ماب لايك. لا، هنا مش هتكسباند ولا هتكبر زي البانفيجاس، وهنا بيبقى نيجاتيف في النيكولاسكي ساين. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت بنعمل النيكولاسكي ساين ازاي. طبعا الديزيز ده ممكن بما ان هو كرونيك يفضل مع العيان لشهور، ويفضل يحصل فيه شوية spontaneous remission and exacerbation. يبقى لغاية دلوقتي من الحاجات التجميعة كده في دماغنا ايه الحاجات اللي فيها remission و exacerbation. قلنا من الوايت ليجنز كان عندي اللايكن وكان عندي اللوبس، بعد كده دخلنا في الالسرز كان عندي مين؟ عندي البانفيجس فالجاريس، والنهاردة البولس بانفيجويد. يبقى هتكون لي فيزيكلز، الفيزيكلز دي تنس وفيها اتشنج سنسيشن، بتبقى موجودة ليها ابيثيليال روف ثيك، وده بيخليها تنس مش بترابتشر بسهوله. لما هترابتشر هتديني ulcerations، والالسريشنز دي مش هيحصلها اكسبانشن لاترالي، وبالتالي هي نيجاتيف في النيكلاسكي ساين، وبتبقى كاركترايزد باي سبونتينوس ريميشن اند اكزاسيربيشن. يعني ايه؟ يعني العيان عنده شويه فيزيكلز ممكن تفضل موجوده، لكن كابين وبقى يعني يبقى ديتيريوريتد وكده، لا ما بيبقاش السيفير مانيفستيشنز بفترات طويله، شويه تهدى وشويه تقل، تزيد وتقل تزيد وتقل. ادي منظر الفيزيكلز عامله زي بالظبط اللسعه بتاعه الحرق، بس ما بتبقاش يعني ايه، مش سهل قوي انها ترابتشر، وفي حتت هنا رابتشرت وعامله لي زي ulceration كده في السكين. طيب اورالي بقى، احنا اتفقنا ان الاورال ليجنز في البولس بانفيجويد بتبقى موجوده في حوالي 33% من الحالات، يعني 1 to 3 اللي هي او 1 over 3 اللي هي ثلث الحالات فقط. وطبعا يعني بتبقى كمان رير اكتر في الميوكاس ميمبرينز التانية، يعني هي مينلي على السكان، ويوم ما تيجي في الميوكاس ميمبرين بيبقى موستلي على الاورال ميكوزا. هتيجي فين؟ هتيجي على الجانجفا والبالات. يبقى كان العكس مين؟ عكس كان البانفيجاس فالجاريس، نربط الكلام، كان بيجي موستلي على الباكال ميكوزا، بينما هنا هيجي على الجانجفا وعلى البالات. طبعا هنا الليجنز هتيجي زي مين؟ زي بالظبط السكن، بتبقى تنس بلاسترز او فيزيكلز. الفيزيكلز دي بتبقى بينلس، مش بتوجع، وما بتعملش يعني او يعني هي بترابتشر اب بسهوله لانها موجوده في الاورال كافيتي في الهيوميديتي والهيت وكده، لكن لما بترابتشر بتديني السرز. الالسرز دي ما هياش اكسباندنج. ليه؟ لان احنا خلاص اتفقنا ان هي تنس فيزيكلز. طبعا برضو بيبقى عندي ديسكواماتيف جنجيفايتس، وما دام في ديسكواماتيف جنجيفايتس يبقى على طول في عندي بوزيتيف نيكلاسكي ساين. يبقى بولس بنفيجويد عندي النيكلاسكي ساين موجوده بوزيتيف فين؟ في الاورال كافيتي بس، عشان نحفظ مع بعض. بوزيتيف نيكلاسكي ساين موجوده في بنفيجاس فالجاريس، خلاص قلناها. بولس بنفيجويد بقى بتبقى بوزيتيف بس في الاي اورال ميكوزا. طيب هعمل ايه لاب انفستيجيشنز؟ هعمل بايوبسي، هاخد بايوبسي من الحاله عشان اكونفيرم الدياجنوزس. لو حبيت اشوفها تحت اللايت مايكروسكوب هلاقي ان انا عندي الابيثيليوم انتكت، لكن سيبريتد عند الحته بتاعه البيزمنت ميمبرين من الكونكتيف تيشو لاير بسب ابيثيليال بولي، وكونها سب ابيثيليال هو ده اللي مخليها تنس، ومخليها ان هي ما هياش فيها السيفيريتي بتاعه البانفاجس فالجاريس، يعني اللوس اوف فلويدز بقى والالكترولايتس والحاجات اللي احنا كنا بنقعد نقولها دي. طبعا هنا بيبقى عندي الانفلاماتوري سيلز سواء كانت البوليمورف والايزونوفيز واللامفوسايتس موجودين. يبقى تحت اللايت مايكروسكوب هشوف ايه؟ هشوف عندي ثيك ابيثيليال لاير، وعندي سب ابيثيليال فيزيكلز ام بولي، بالاضافه للانفلاماتوري سيلز اللي هي البوليمورف واللامفوسايتس موجودين. طيب حبيت اعمل اميونوفلوريسنت انتي بودي برضو ممكن اقدر اشوفها. ايه التريتمنت بتاعه؟
هنا السيفريتي بتاعته ما هوش زي البامفجس فالجاريس، لكن ممكن ابدا من 60 مللي جرام واحيانا ازودها لغايه 100 من البريدنيزون بير داي. وممكن برضو استخدم توبيكال ستيرويدز طبعا على حسب الحاله، هل هي يعني ديفيوز ولا لوكالايزد ولا ايه بالظبط. يبقى ده بالنسبه للبولس بامفيكويد. يبقى الفروقات بينه وبين البامفجس، قلنا اول حاجه ان هو مينلي على السكن، ان هو سكن ما فيهوش نيكولاسكي ساين بوزيتيف بتبقى نيجاتيف، ان الانتيجين بتوعي بيبقوا موجودين فين؟ موجودين عند البيزمنت ممبرين زون، اتنين انتيجينز اللي هم عباره عن اللامينين وال هيمي ديزموزومز. الفازيكلز هنا بتبقى سب ابيثيليال، اورالي بيبقى عندي برضو التانس فازيكلز، ولكن الالسرز اللي بتتكون تبقى نون اكسباندنج. طبعا بيبقى عندي بوزيتيف نيكولاسكي ساين في الاورال كافيتي، موجود في الجنجر وفي البلد، واخر حاجه ان هو طبعا بيحصل له هيلينج وما بيبقاش يعني بنفس السيفيريتي اوف البانفيكس. التوبيك اللي بعد كده اللي لازم برضو بنفرقه عن البانفيجس فالجاريس وعن البولس بانفيجويد، التلاتة كاتيجوري دول بيتذاكروا دايما مع بعض. ايه هو البيناين ميوكس ممبرين بانفيجويد؟ ميوكس ممبرين بانفيجويد يبقى مين اللي بيجي فين؟ يبقى مين من اسمه كده بيجي في الميوكس ممبرين، يبقى معنى كده ده واحد من الكرونيك immunological disorder او diseases اللي فيها اوتو انتي بوديز بتتكون فيها فيزيكلز وبولي. الفيزيكلز والبولي دي عاده بتيجي فين؟ بتيجي في الماوث ممبرين، في الميوكوس ممبرينز. زي مين؟ زي الماوث، زي الفارينكس، اللارينكس، تراكيا، الاسوفيجس، الاي، وهي دي مشكلته. و20% بس هو اللي بيجي في السكن، عكس مين؟ عكس البولس. يبقى البيناين ميوكوس ممبرين عكس البولس تماما. بولس بانفيجويد كان يعني مينلي موجود في السكن، و 33% او تلت الحالات بس هو اللي موجود في الاورال كافيتي. ميوكوس ممبرين بانفيجويد العكس، المين ليجنز بتيجي على الميوكوس ممبرينز والاورال كافيتي مينلي، بالاضافه للاي، وهي دي المشكله اللي هنقولها بعد شويه، لكن السكن بيبقى افكتد في 20% بس من الحالات. يبقى ده عباره عن كرونيك ديس اوردر. الديس اوردر ده بيبقى فيه اوتو انتي بوديز بتكون لي فازيكلز، الفازيكلز دي موجوده مينلي على الميوكوس ممبرينز بالاضافه الى 20% من السكن. ايه سببه؟ برضو عندي اوتو انتي بوديز هتانتر اكت مع انتيجين موجود ريليتد للديزيز. هنا بقى موجود فين؟ موجود عند لور ليفل من اللامينال اليوسيدا اوف البيزمنت ممبرين، موجود في لور ليفل عن مين؟ عن طبعا البولس بنفيجو. وما في مش هنتكلم على الباثوجينيسيس اكتر من كده، بس مجرد ان احنا بنعرف انه الانتيجين بتاعه موجود بس ايه في لور ليفل. طيب كلينيكالي بقى، كلينيكالي ده موجود في ناس اولدر بقى شويه لغايه 70 سنه، معنا من 50 ل 70، موستلي بيجي على الفيميلز، وبالخبره كده شهر 11 و12 من اكتر الشهور اللي بيجي فيها حالات ميوكوس ميمبرين بينفيجويدز. يعني ده واحد من السيزونال ديس اوردرز اللي بيجي عاده في شهر نوفمبر وديسمبر. بيجي فين؟ بيجي في كل الميوكوس ممبرينز من الاورال كافيتي، في الاي، وده مشكله كبيره هنعرفها بعد شويه، فارنكس، اسوفيجس، ممكن في الفاجينا، ممكن طبعا في 20% فقط من السكن. ايه الاورال ليجنز بتاعته؟ اول حاجه خالص هو زيه زي الميوكوس ممبرين وزي البولس بنفيجويد، في عندي ديسكواماتيف جنجفايتس في 90% من الحالات. يبقى ما دام في ديسكواماتيف جنجفايتس وانا مضى، يبقى انا عندي بوزيتيف نيكولاسكي ساين على طول. وطبعا بيبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان في سيفير ايرثيما وريدنس في الجنجفا، وكان كل الابيثيليوم كان بقى ديتاتشد وكان ستريبت اوي، يعني ايه؟ كان شلت الابيثيليوم من على السيرفس. طيب بقيه الاورال ليجنز عباره عن ايه؟ عباره عن فيزيكلو بولس ليجن. ايه هي الفيزيكلو بولس ليجنز؟ دي موجوده في 10% فقط من الحالات، بتبقى عباره عن بولي. طبعا بما ان انا قلت انه الانتيجين بتاعي في لور ليفل، يبقى معنى كده ان السيرفيس اللي في او الروف بتاعي الفيزيكل تخين، يبقى معنى كده الفيزيكلز هنا هتبقى سب ابيثيليال. وبرده موجوده فين؟ موجوده برده في الجنجفا وفي البالت. طبعا البولي هنا بتاخد وقت عقبال ما بترابتشر، لان احنا اتفقنا ان هي محميه بثيك روف من الابيثيليوم، وبالتالي لما بترابتشر بعد كده بتديني كرونيك ألسر. الألسرز دي بتبقى مالتيبل، بتبقى شالو، بتبقى يعني بينفول شويه، لكن نون اكسباندنج، شبه مين؟ شبه البولس بينفيجويد. وبرده حواليها شويه اريثيما، شبه مين؟ برده البولس بينفيجويد. هنا الهيلينج ريرلي ان هو يحصل بسكار فورميشن
عكس الاكسترا اورال اللي احنا هنقولها بعد شويه. يبقى الليجنز اللي بتحصل في الاورال كافيتي في الناس اللي عندهم ميكوس ميمبرين، اول حاجه ديسكواماتيف جينجيفايتس، وبالتالي عندي بوزيتيف نيكلوسكي ساين. تاني حاجه عندي تنس فيزيكلز وبولي موجوده في الاورال كافيتي مينلي في الجينجيفا وفي البالات. هنا طبعا بتبقى الالسريشنز بتبقى يعني لونجش، يعني لونج ديوريشن، بتبقى شالو، بتبقى سلايتلي بينفول، ومفيش مفيش اكسبانشن، يعني مفيش لاترال اكسبانشن للالسر. عاده الهيلينج بيحصل without سكار عكس الاور الاكسترا اورال ليجنز. طيب ايه هو الاكسترا اورال ليجنز بقى المهمه جدا؟ هي الحاجه اللي هي بخاف منها في العيان ده، هي الاي ليجن. العيان ده بيتعرض لانه يحصل conjunctival erosions و ulcerations. طبعا هنا الهيلينج بتاعه هيبقى بسكار. وانس ان حصل سكارينج ده معنى كده هيحصل adhesion ما بين ال two parts بتوع ال conjunctiva. انا عندي ال conjunctiva عبارة عن ايه؟ عبارة عن bulbar و palpebral components، يعني ايه الجزئين اللي هما خاصين بالكونجكتيفا بنسميهم بالبر وبالبيبرال. ممكن تبصوا عليها في الاناتومي بتاعت الاي تعرفوهم. هنا بيحصل سكار ما بينهم الاثنين، وبالتالي بص الاقي العيان مش بيعرف يشوف. طبعا كمان بيبدا يحصل زيرو فثالميا نتيجه ان اللاكريمال جلاند حصل فيها سكار فورميشن. طبعا الاي بلايندنس ممكن لو انا ما لحقتهوش يحصل في حوالي 15% من الحالات. عشان كده كتير جدا لما بيبعتوا لنا حالات الميوكوس ميمبرين في انفيجويد ونتاكد ان هي، ببعته على طول على اوفثالمولوجي علشان يلحق العيان قبل ما يحصل له هيلينج وذ سكار. يبقى كده قلنا ميوكوس ميمبرين في انفيجويد ان هو اورالي فيه عندي ديسكواماتيف جينجيفايتس وعندي بلاسترز او فيزيكلز وبولي بتاخد وقتها قبل ما تفرقع وما هياش بينفول وفيها بوزيتيف نيكولوسكي ساين وما بيحصلش فيها هيلينج بسكار. السكار فورميشن بيحصل مين لفين؟ في الاي ليجنز. وبالتالي بيبقى عندي مشكلتين، ان العيان ده هيحصل له بلايندنس بالاضافه الى انه يحصل سكار في اللاكريم جلاند فيحصل له زيرو ثانيه. طيب السكين ليجنز بقى اللي بتحصل في كميه بسيطه جدا من العينين حوالي 20% دي بتبقى عاده بعد ظهور الاورال ليجنز. يعني انا عاده الحالات بتجيلي في الاورال كافيتي الاول واحنا اللي بنكتشفها، وبعدين بنبعته على الجلديه او على الاوفثالمولوجي على حسب بقى. بتيجي زي ما اتفقنا فين؟ على الاكستريميتيز، وممكن تيجي حوالين الماوث وفي السكالب، يعني بقى في الابر بارت من الجسم. عكس مين؟ عكس البولس بنفيجويد. يبقى هنا الميوكوس ميمبرين بنفيجويد بيجي فين؟ في الابر بارت من البودي، بيبقى في الاكستريميتيز، بيبقى حوالين الماوث، وممكن في السكالب. البولي هنا ممكن تبقى اسريتد، وبعد ما تبقى اسريتد تبقى كراستد ويحصل لها هيلينج وذ سكار فورميشن. ده الهيستوباثولوجي. واحنا اتفقنا ان الهيستوباثولوجي ما بيهمنيش قوي كمادسن. انا بيبقى عندي سب ابيثيليال بولي زي ما احنا شايفين، بالاضافه ان الدنيا مليانه بقى انفلاماتوري سيلز. طيب التريتمنت بقى هعالج العيان ازاي؟ زي ما اي اورال ليجنز لازم دايما يبقى منتين الاورال هيجين بتاعه كويس. تاني حاجه ممكن لو هو ديسكومتيف جينجيفايتس موجوده ممكن ان انا اديله توبيكال ستيرويدز مرتين ثلاثه في اليوم. لو فضل الليجنز بتاعته بيرزيستنت ما حصلهاش هيلينج، المفروض ان انا بقى اتدخل بحاجه اقوى شويه اللي هي الانتراليجنال ستيرويدز. في بعض الاحيان بنعمل كومباينيشن ما بين السيستميك ستيرويدز وما بين الاميونوسبريسيفز زي مثلا الازاثيوبرين. يبقى ده التريتمنت بتاعي، ان انا بعمل topical steroids intraliginal لو فضلت persistent، زائد ان اعمل systemic زائد immunosuppressive. بكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالميوكوس ميمبرين بيمفيجويد. يعني احنا بنحاول ان احنا نختصره على قد ما نقدر علشان ندي بس المين بوينتس وتعرفوا تذاكروه تركزوا فيه كويس، وتعرفوا برضو يعني تعملوا له diagnosis لو قابلتكم حالة. بيمفيجس، ميوكوس ميمبرين، بولس بيمفيجويد، التلاتة لازم يتذاكروا مع بعض. ليه؟ لان هو بيتذاكر كده زي ما قلت ايه بالفروقات، الفرق بين ده وبين ده وبين ده. فارجو ان انتوا تكونوا استوعبتوه وجود لك. شكرا.